والله دخلتكم علينا بتفكرنا بالخير كله، الارض والزرع والطين وابو قردان. نورت يا حسحس. عيشت. نورت يا عمده. الله ينور مقدارك، مصر المنوره كلتها بحضرتك والفيلا بحضرتك. والله الواد حسنين ولدي بيعز بباشمهندسه اخر اعزاز. طبعا يابا. طب دي حتى الانيسه شرف. هي نورت البلد كلتها. يا سكر يا سكر، انت بتلغي البت وانا قاعده يا حسحس. بصراحه يعني انا نفسي منى عيني اناسب الحاج عز الدين الله يرحمه ومشبت الطوبه لتحت راسه. اي والله طول عمره خيره على البلد وعليا انا بالذات. ايوه مغرقني بخيره والد حضرتك، مغرقني والله. انا نفسي اناسبه. تحاسبه؟ تحاسبه ازاي؟ يحاسبه ازاي؟ يما يناسبه يناسبه. بنتي يا شرف. ايوه العمده شكله جاي عايز يتجوز امك. يا اختي قولي ان شاء الله على الله ياخدها معاه البلد وما تركزش معاني. بس ما اعتقدش ام جوجا لها حساسيه من الجواز، انا عارفه. بصراحه كده حسنين عايز ياخد الباشمهندسه. لا الحق يلا بنتي بسرعه. بنتي بنتي خش عينك خش عينك. فوقوها فوقوها فوقوها، هاتي بصله ولا ميه. قومي يا بنتي قومي يا شرف. انا هتصرف انا هتصرف انا هتصرف. اسكت اسكت. شرفنا طبعا يا احنا نطول. حس حس اهلا وسهلا اهلا وسهلا. استني استني على اصل البت ما تعرفكش يا حس حس. ده حس حس ده جمال ايه وشياكت ايه انت عارفه؟ ده واخد ملك جمال الترع والمصارف ثلاث سنين على التوالي. جمال ده بطل سباحة الترع مسافات طويلة ثلاث سنين. ايوه ريحته باينة ريحته باينة. بس برضو يعني انت عارف ان اهل البلد غير اهل مصر. طب وماله؟ احنا نيجي نعيش هني في اجدع شقة فيك يا مصر الباشمهندسي تشاور عليه. يا الباشمهندسي فين؟ هنا 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 هنا. تعبان. اطلعي اطلعي. انا تعبان عايزه اطلع اصلي. خد خد خد. انا عندي. ايه؟ 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 على مهلوف على مهلوف. يلا العروسه عروسه قمر قمر. اصلها شايله الزايده وبيساعدوها يعني. ايوه والله المفاجاه المفاجاه خضتي. وبعدين بنوتي انكشفت. ايوه ايوه مكسوفه من الطله الجميله دي اللي طلت ايه. اصلها استهيفته قصدي يعني اعتبرته زي اخوها. بس احنا مدوشين يعني الايام اللي فاتت دي معلش. لا لا عليك يا ست الكل احنا انت على مهلك خالص. سوي الموضوع على مش مستعجلين. هستعجل على ايه؟ احنا مستنيينكم على مهلكوا خالص. يلا بينا يا ولدي حسنين. يلا ليه يلا بينا. ليه ده اديك الرومي على الدار. انت عايز يديك يسعل. لا وديك الساعه ست الكل. تقله عامر بصوتك وبحسك وبالبنات ربنا يبارك لي فيكي. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. الفتحه الفتحه سيدنا العمده. مبروكه. يلا يا اخي بالهريسيا ما بسلمش. يلا يلا مع السلامه. ورا ابوك ورا ابوك. يلا يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الناس دي؟ طمعانين فينا دول ولا ايه؟ بنات بنات العميدة نور بنات العميدة نور. ايه ده؟ عايزين مننا ايه دول؟ يا حضرة العمدة يا حضرة العمدة يا حضرة العمدة. ابن الحلال حلفني مستفندي. ايه وجات على صدري ضحكوا عليا يرضيك يا عمدي. لا 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 عشان ابن عمدي. لا 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 تعمل كده 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 فيه تعمل كده 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 فيه. أعزائي المشاهدين ورجعنا بعد الفاصل والنهاردة عندنا فضيحة فضيحة لذيذة وجميلة قوي لست العمدة ست العمدة نور عز الدين. وإيه بقى؟ إن السجينة بتاعتها قالت إنها رايحة عزا أبوها وهي راحت معاها وفي العزا بخ هوا طارت السجينة. بعد الفاصل هقول لكم بقية التفاصيل. والله ما أنا سايباها الولية ملسان عرضي. ماشي يا انكسار إن ما خليتك تسيب الإعلام وتشتغلي مربية أطفال.
والله يا ماما بقى انا شايفه ان احسن حل انكم تشوفوا حد يصالحكوا على بعض عشان نخلص. انا اتصالح مع الوليه اللي شبه قنديل البحر اللي بتبخ سم في كل حته، ده ايديها اليمين بتكره جراحها الشمال. مش احسن من المشاكل بتاعت كل اسبوع دي يا ماما؟ احسن حاجه تشوفي حد في الداخليه قعدكم مع بعض تتصافوا يا دار ما دخلك شر. شر؟ هي لسه شافت مني شر؟ ده انا مسميني في الداخليه عاصفه الصحراء، ده انا هكح في وشها خليها تلف حوالين نفسها. هي فاكره دي ايه الوليه دي؟ ربع سداني بقشره عماله تتسلى بيا في الرايحه والجايه. في ايه؟ في ايه؟ انا في زلزال يا عيال؟ انا ضغطي عالي. هو في ايه؟ انا مش شايفاك. إيه مش شايفاك. اي اي هاتي لي كركديه، هاتي قصه ضغط، هاتي قصه ضغط. انا مش شايفاكوا يا عيال، انتوا فين؟ ايه اللي حصل؟ ماما بتلف بيا. بتلفك يا ماما وسخنه يا بنتي، ده ضغط ده ولا ايه يا ماما؟ خدامك أموريني يا ست الكل. العملية المرة دي خطيرة جدا، ما تستحملش أي أخطاء. ولا يهمك يا ست الكل، ربنا معانا إن شاء الله. في شخصية مهمة مطلوب تصفيتها، بتدور ورانا كتير وشكلها مش هيجيبها البر. قوليلي مين هي الشخصية دي وأنا خلي عزرائيل يقابلها على أقرب محطة مترو. صورتها هتتبعت لك من تحت الباب دلوقتي. تمام قوي، يلا بينا يا رجاله. ايوه انت فين؟ ايه ده؟ معقوله يا كريم كل ده في الاستوديو لسه ما روحتش؟ طب ممكن يا حبيبي لما تروح تبقى تطمني عليك كريم؟ لا اله الا الله. الحياة أبو خليل، أنا حبيت أتعرف عليك قبل ما يحصل أي حاجة، أشوف مين الراجل ده اللي خطف بنتي وهتبقى شريكة حياتي. الحقيقة عايز أعرف بتفكر إزاي، شايف الدنيا إزاي، عايز أصاحبك يا أخي. ده شرف ليا يا أم جبيه والله. هو شرف ليا أصلا إن أنا أقعد مع شخصية عظيمة زي حضرتك. لا 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 عظيمة ولا حاجة، سيبك من الكلام ده كله. أنت اخترت هيام ليه؟ أفندم؟ بقول لك اخترت هيام بنتي دي؟ والله يا هيام إنسانة محترمة ومؤدبة وبنت ناس، يعني متربى. سيبك من أكل الشهاد دي كلها وقول لي اخترتها ليه؟ ها؟ بصراحة؟ آه أنا حسيت إن هيام إنسانة مستقلة يعني بذاتها، أو ليها شخصية مستقلة. يعني موضوع إنها ترفض تشتغل مع حضرتك ومع والدتها، ده حسسني إنها إنسانة ممكن أبدأ أنا وهي نبني مستقبلنا مع بعض، نبني حياتنا مع بعض. يعني ولو حضرتك حبيت في يوم من الأيام تساعدنا أو تفكر إن حضرتك تساعدنا، إحنا هنرفض وهيام هترفض قبل ما نرفض. بص يا إبراهيم، الدنيا علمتني يا ابني إن الصراحة مفيش أحسن منها. طبعًا. والصراحة تخليني لازم أقول لك إنك شخص غير مناسب اجتماعياً لبنتي. هو أنا في التعامل مع هيام ما حسستنيش يعني إنها بنت مليونير، أنا آسف وأكيد حضرتك شخص غني، بس قصدي إن في التعامل مع بعض ما حسيتش بالفرق ده. ما حسيتش أنت من لبسها، من عربيتها اللي راكباها؟ لاحظت، بس أنا قلت مع الوقت إن شاء الله أنا هقدر أحسن من مستواي الاجتماعي وهركز في مستقبلي وخلي هيام تعيش في نفس المستوى الاجتماعي اللي هي كانت عايشة فيه إن شاء الله. يعني إن شاء الله. وهي هتستناك، اوعى تفتكر إن أنا ضد الجواز، لا بالعكس أبدا. عايزين نتعرف على بعض أكتر، عايزين نبقى أصحاب يا أخي. لا بسم الله ما شاء الله، الحمد لله جرح زي الفل. الحمد لله. تسمحي لي بعد اذن حضرتك بس النبض؟ اوكي يا دكتور. بسم الله. ايه
في حاجة خطر ولا حاجة؟ لا الساعة واقفة يا فندم. الساعة ايه؟ طب احنا هنوقف الأدوية دي وإن شاء الله من بكرة تبقي زي الفل تعيشي حياتك طبيعي جدا. يعني أنا هقدر أنزل الشغل يا دكتور؟ يعني استني يومين كده عشان ما تتعبيش نفسك. ربنا يخليك لينا يا دكتور، وشك حلو علينا. طب أنا بس أستأذن حضرتك، يعني سيادة العميد كنت عايزك في كلمتين عن انفراد. عايزني أنا؟ طبعا. شو بي في تعالي. احنا دفعنا فلوس المستشفى. والله دفعنا. امال عايز ايه الكابتن ده؟ اتفضل يا دكتور. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل عندي في الصالون. اتفضل. بعد اذنك. اتفضل. بعد اذنكم. اتفضل. دكتور الشنطة يا فندم. الشنطة. معلش واحد. يا دكتور. سوري مفرش. ينفع كده. يا دكتور. بعد اذنكم. اتفضل. بقول لكم ايه يا بنات، هو انا عيانه بمرض خطير ولا ايه؟ فلا الله ولا فلك يا شيخه، هو انت يعني لو كان عندك حاجه وحشه لا قدر الله الدكتور ما كانش هيخبي، اكيد كان هيقول لنا. ايوه بس يمكن اكتشفوا دلوقتي. ايه 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 الشرف الوسواسه القوي اللي انت فيها دي؟ على فكره بقى انا عارفه الدكتور عايز ماما في ايه. انت عارفه وساكته يا عداله، ما تقولي سيبتي ركبي. الدكتور محمود يا ستي عايز يطلب ايد الانسه الرقيقه شرف. خلي تهريج بقى يا عداله، وانت على طول كده، هو احنا في القرن 19 يعني هو مش لازم ياخد رايي الاول؟ يا سلام يا اختي، وهو كان هياخد رايك منين بقى في الحصار الامني اللي امك عامله لك من ساعه معيتي؟ ايوه بس انا مستحيل اتجوز بالطريقه دي. يا بنتي يا عبيطه مش مهم الطريقه. طب انت مثلا ايه رايك فيه؟ والله يا امانه هو محترم ومؤدب و ايه ايه بس 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 الاسطوانات اللي انت عماله تقوليها دي، ده انت شكلك طالعه من فيلم ابيض واسود. وش على فكره هما الاثنين لاقين على بعض قوي. بقول لكم ايه، انتوا تنزلوا انتوا الاثنين وتسمعوا هما بيقولوا ايه. اخصى عليك يا شرف، انت عايزانا ننزل ونصنط عليهم؟ لا يمكن طبعا ابدا. تنزلي انت يا عداله. لا طبعا دي مش اخلاقي ابدا يا شرف. وبعدين يا ست شرف هي ماما ربتنا على كده برضو؟